مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية، وصلت درجة الحرارة في عمان لا 30 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 18 ونسبة الرطوبة مرتفعة ورح تسجل 94%. غدا نهار رح تكون الأجواء صيفية اعتيادية، خلال ساعات النهار في عمان 29 بالليل رح تنخفض ل 19. الثلاثاء والأربعاء رح ترتفع درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الصيفية معتدلة، رح تسجل نهارا 32 بالليل رح تنخفض ل 21. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية، والبداية رح تكون من المناطق الشمالية. إربد هاي الليلة 22، غدا 32، جرش وعجلون 20، أجواء ضبابية وغدا 30. رح تسجل هاي الليلة في المفرق والزرقاء 20 درجة، غدا 33، أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار. هاي الليلة مطار ملك علياء 18، غدا 33، السلط 19، غدا 30، مادبة 18، وغدا 29. البحر الميت أجواء مائلة للحرارة 28، غدا 39، الكرك 19، غدا 30، الطفيلة 18، وغدا 28. معان هاي الليلة 20، غدا 35، وأجواء حارة نسبيا. مدينة العقبة 27، وغدا 38. الرواشد هاي الليلة 22، وغدا 37 درجة. بالنسبة لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، أجواء صيفية معتدلة مع ساعات النهار، طقس لطيف ليلا وارتفاع الحرارة يوم الثلاثاء. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك ليلى. شكرا جود.